أخوك صغير في رمضان. النوع الأول. ولدي حسام، مالك مخبي تحت الطابلة وجالس كتاكل؟ أخوك كل في الكوزينة وكل مرتاح مع راساتك وعارف الماكلة فين غادا. احنا عارفين كما كتقدش تصوم وباقي صغير على الصيام، علاش كتاكل ومخبي؟ على الاقل غير خرج وكل فراحتك وما كاين اللي غادي يدوي معاك. اه ماما عرفت، ولكن ما نقدش ناكل قدام خوتي لحقاش هما مساكن صايمين وانا فاطر. الا بقيت كناكل قدامهم غادي يبقاو يتشهاو، فهمتي؟ حشومه ماما، خليني تنسالي الماكله هنا تحت الطابله وعاد نخرج. ما عندي ما نسالك ولدي حسام، تبارك الله عليك، راك تفكر والله احسن حاجه درتي باش حتى خوتك يقدروا يصوموا فرحتهم. احسن جدا. ماشي مشكله ماما، هادشي اصلا خاصني نديرو بلا ما يقولها لي حتى شي واحد، فهمتي؟ لحقاش انا خاصني نكون كنتعامل مزيان مع خوتي حيت هما مساكن دابا صايمين وانا فاطر، يعني انا خاصني نبقى نتسخر ليهم. تبارك الله عليك ولدي حسام، ما عندي ما نسالك، راك كتفكر شي احسن حاجه درتي باش خوتك يقدروا يصوموا فرحتهم. هذا الشيء فكرتي فيه بلا ما قالها لك شي واحد. النوع الثاني. سمعني سمعني انت يا حلو في الغيس، عرفتي والله ما كانت دابا نجيب شي عصيه وتكون قاصحه ونخبط فيك نخبط فيك على الراس. وعلاش مالي؟ شنو درت لك؟ بدا تمطق علي وتحل فمك تما. ومالي؟ ما ناكلش. تاكل وانت خليتي شي حاجه ياك اللي لقيتيها كتصوت فيها مداك كالجن يا لطيف. او تعشى معانا وتسحر معانا وتصبح فاطر وملي نجيو عاوتاني نحط الفطور تسابق معانا. مالك اصاحبي ما تتعرف اللي صايم اللي حتى شي حاجه؟ فين باغي توصل؟ وانت سوقك تتوكلني من فلاشك ودخل سوق راسك، خليني نتمدق ما بغيت. تفو على كنسك حل يا لطيف، سيعطيني تي ساعه كله. لا ما الداكن ديالك، غادي ناكل هنا. تفو على يهودي كي داير، ما قد حتى يصوم. ماشي سوقك، موت بالسم، انا هو العدو ديالك. زاهي يا ماكله. عرفتي شنو غدير؟ طلق 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 هاد الخبز طلق. وانت مالك معايا؟ اعطيني خبزي. سير فحالك، ما غاديش نعطيه لك. والله ما تعطيني تمشي نقولها لماما، غادي نقول ليها باللي ضربتيني بسيف قسمتيني ولحتيني من السطح وخويتي عليا المقاطع، وغنقول لها عندك الحشيش في الماريو وغادي تشافوا انت وصحابك بنكا. اعطيني سبي ديالي. وغير سيقولها لها ما غاداش تشيقك، اصلا غتعرفك غير كتكذب. احنا غادي نشوفو عندك ملي تجي تصرخك تبقى تبكي ديك الساعة. ماما اجي نقول لك. صافي مشى دابا مزيان، دابا غادي نرتاحو تفرجو في خاطرنا. او من الصباح وكاس كيتمطق علينا بداك الفم. اش انت مالك مع اخوك؟ علاش لحتيه من السطح؟ اولا ماما واش شيقتيه؟ راه كيكذب عليك، ما درت ليه والو، راه حيدت له الخبز لحقاش انا صايم وهو كياكل حدايا. ولا ماما هو اللي كيكذب؟ وعرفتي شنو دار ليا؟ وضربني بسيف هوك هوك وهوك قصمني وخشاني في الفغال ولحني من السطح. ومتو حيد يا ماما، متو حيد، انا ما درت له والو لحقاش هو قال لك انا صايم. مقطوعه ماما، وقيلا تدير شي حاجه، راه عنده الحشيش في الماوي وقيلا. انا الكذاب؟ ايه انت. ونزيدك يا ماما، وعرفتي شنو الواليه يدي هوك وقاتني من يدي، بقيت كنخوت يا ماما. ها هاي ما بقاتش كاع تتبغي تتحرك. ها ها هاي ولات تطيح راسها. ها انت هاي طاحت، هاي طاحت يا ماما. ويلي 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 ويلي، على الدحش بغى يقتل خوه. واش انت تسطيتي ولا شنو؟ داير راسك فيه، هو باقي صغير بعد منه. انا غادي نمشي للكوزينه وتعاود تقيس ولا تدوي معاه، غادي نجي غادي نسلخ مخ ديال بصح. وصافي انا بعد منه، ماليش درت ليه، هو اللي خصو يحترمني لحقاش انا صايم. وتجي حدا وتبقى خشي في وجهو. وقولي ليها ماما يخليني ناكل فراحتي. ما تيخلينيش ناكل، غتبقى فيه الحال ملي تيشوفني انا تناكل وهو صايم. ما كاش حتى هو يفطر. وخليه ياكل، راه باقي صغير، ماشي سوقك فيه، ديرها في راسك انت، راه باقي هو صغير على الصيام. وصافي واخا ما غاديش نتسوق ليه دابا. يلا انا مشيت وهاودني منك بلا ما الناس يبقاو يجيبوا اخبارنا.
يلا جلس تحدا ودير عقلك. صافي واخا ماما. هاودني منكم ونسمع شي صداع عاوتاني. الله يعميها ليكم. مشيت سمعتيها شنو قلت؟ وقيتني دابا الا سميت كراش. على دحش كي داير وتقول عكبه في غابه عمرك شفتي الماء وقيله. الله هاد الماء زوين وفي فحال المذاق ديال الماء. واسكت هنينا كتصدعني. لا ما غاديش نسكت. قالت لك ماما خليني ناكل كيف ما بغيت. ما باغيش تسكت. اي ماما دابني الغازي وصافي. سكوت سكوت عاد حكش بلاك سكوت. ماما عاجل. اي عازي ماما فين هو داك الدحش؟ فين مشى؟ فين؟ هو ماما مشى دخل البيت وضرب لي ثلاثة المرات الغازي ديال اليوك. صافي ولدي اسكت. انا دابا غادي نمشي نقاد مو مزيان. اجي انت باغي تتفاق من خوك. اي ولد بعد منه. ماما زلخي مزيان ديما تبقى حقا عليا انا فهم ديال ديما. هاكا ماما دابي بادي هاكي.